مزيان حتى واحد ما مخلوع، كلشي مجد، كلشي هذا جاي يدير هذا. صافي الحمد لله ندوزو مزيان، باش ندوزو كلشي مزيان ان شاء الله. موجود مزيان امين. حنا شعبة الاقتصاد كاملين، حنا شعبة الاقتصاد، الماده هي الكونتابيليتي، وشويه فرحانين وشويه مخلوعين، كلشي مجموع. ما تقدرش تساتيسفي ذاك الاحساس ديالك، كاين شويه ستريس واجد الحمد لله. كنتمنوا ربي يكمل علينا. شحال هذه هاد العام كنتمنوا من شحال هذه ان شاء الله، وكنوجدوا له دونك ضروري ما غيكون خير. يعني فاش العام ديال القرايه اليوم كيتحدد المسار ديالك ديال الخدمه كامل، واليوم ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل علينا كامل، العام تحيد ان شاء الله. ثقوا فينا وان شاء الله، ان شاء الله نفرحوكم، وان شاء الله زعما الدراري اللي عندهم الباك يفرحوا والديهم فادنا. وكنشكرهم بزاف حيت داروا فينا الثقه وساندونا في حياتنا كامله وتعبوا علينا وسهروا علينا، وان شاء الله المجهود ديالهم ما غاديش يمشي هكاك هباء منثورا، غتكون شي نتيجه ان شاء الله. شكون اللي غيدوز ان شاء الله عندكم؟ بنتي. الله يوفق يا ربي. امين. شنو شعبه عندها؟ عندها الفيزيك. الله يوفقها. ايوا خايفين شويه. المهم هي وجدات حسبك الله. لا حفظات الحمد لله وجدات كل شيء مزيان. ايوا على الله، الله يوفقها ويوفق الجميع. يوفق كاع وليدات الجميع. عليكم السلام ورحمه الله. شكون غيدوز عليكم ان شاء الله؟ بنتي ان شاء الله هي اللي علاش هضرات السيده. هي حيت المدام هذه. الله يوفق ان شاء الله. امين رب العالمين جميعا. بسم الله يحفظك بارك الله فيك. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. اكيد كنعرفوا الوالدين كيكونوا أيوه من طبيعه الحال، من طبيعه الحال الوالدين كيكونوا مشغولين اكثر من الابناء بصراحه، لان الاول راه عارف شنو داير، ولكن الاب سميتو الاباء كيكونوا شويه شويه مرتبكين اكثر من الابناء. شنو الشعبه اللي عندك؟ علوم فيزيائيه، ثانيه بكالوريا علوم فيزيائيه. المثل الاولى تكون ان شاء الله هي الفيزياء. توفيق ان شاء الله. يعني كيفاش ديال الفيزياء ديالك؟ شويه شويه المراجعه شويه الخلعه في الدار. شنو تبغي تقولي للوالدين ديالك اليوم؟ ايوا كنشكرهم اليوم حيت جاو يساندوني وداك الشيء. صافي كنشكرهم. وكيفاش تحيدي لهم الخلعه؟ انا يلاه النهار الاول. ايوا كلشي ان شاء الله، كلشي رجعنا ودرنا المجهود ديالنا وهذا هو المهم. سيونس 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 اس في تي. شنو الماده اللي عندكم الاولى؟ فيزيك. شنو كيدير الانسان؟ ها نفسانية شويه متوتره ضروري مجدة شويه وصعبه. المهم الحمد لله الحمد لله واز الحمد لله ان شاء الله يكون ضروري ان شاء الله. كيفاش ضروري شويه الخلعه ستريس فهمتي ضروري من هذا الشيء. شنو الماده الاولى اللي عندك؟ فيزيك. سيونس عندي سيونس ايكونومي. كونت ان شاء الله هي الصباح. صباح الحمد لله شويه. شونس اكسبيرمونتال علوم الحياه والارض. لا شويه عادي ضروري. انا قلت لك اول مره يعني تجربي ديك الناسيونال ضروري يعجبك صعيب، يعني حاجه باينه ضروري شويه الخلع. عندنا الفيزيك في الصباح وفي العشيه لونجلي، يعني كنبداو بالمواد اللي يعني عندهم المعامل طالع في العشيه، يكونوا عندنا المعامل اللي هما جوج بحال دابا غدا في العشيه، ندوزو فلسفه في العشيه وفي الصباح الماط. متنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.